النهاردة هديك طريقة تخليك تركز في كل عباداتك، بداية من الذكر اللي انت ممكن تقوله في اي وقت في اليوم لحد الصلاة والصيام والقيام اللي انت بتعملهم لربنا. الكلام دوت منقول عن الدكتور أيمن سويد. القبر مخيف لا محالة طبعا لغير الصالحين، وجنة أقسم بالله لكل واحد مشي على طريق ربنا سبحانه وتعالى. تخيل الواحد لما يوصل لسن 50-60 سنة بيبقى كاره الدنيا باللي فيها ومش طايق أي حد خالص. عمرك تخيلت في مرة انت ازاي هتقعد في القبر لوحدك 100 سنة مثلا؟ الواحد لو قعد لوحده في مكان 5 أيام أو 10 أيام قسما بالله يكره الدنيا، والله هيكره حياته لوحده في مكان هو مجبر ان هو يقعد فيه. فعلا شعور صعب. فلما هو صعب علينا كده في الدنيا واحنا في ناس وفي ونس ايا كان نعرفهم او ما نعرفهمش، ما بالكوا لما نبقى في القبر؟ عمرك تخيلت الرقم ده؟ ازاي هتقعد لوحدك في القبر 100 سنة مثلا؟ انت هتموت ودي حقيقة، وهيبقى عندك قبر فاضي ضلمة ولوحدك. فبدأت اتخيل ان كل استغفار بستغفره انا ده ببعته للقبر بتاعي علشان يبقى معايا ويؤنس وحدتي وما بقاش لوحدي. فعلا والله الكلام بجد. فكرت كده في الزاوية اللي هي بتاعت القبر، املى الزاوية دي بالتسبيحات 1,000,000 أو 10,000,000 تسبيحة، يلا روحوا على القبر استنوني هناك في الزاوية دي، والزاوية التانية 1,000,000 أو 5,000,000 استغفار استنوني عشان ما اقعدش لوحدي. اما عند رأسي في القبر فكرت ان انا احط 300 ختمة قرآن استناني هناك تبقى جنبي وانا نايم في القبر. بقيت كل ركعة بصليها بتخيل ان دي انا باخدها من الدنيا وبحطها في قبر تستناني هناك عقبال ما اروح. الكل هيجي يوصلني للقبر وهيروح وهيسيبوني لوحدي مفيش اي حد معايا. طيب انا كده عايز القبر بتاعي يبقى فيه انوار وفيه اشجار، فعلا محتاجه يبقى جنة. اتخيل كده وانا في القبر الحوقلة والتشهد والذكر والصلاة والقرآن كلهم معايا في القبر، انا مش لوحدي، لا انا في معايا حاجات كتير انا بعتها من الدنيا للقبر بتاعي. ونقعد نتكلم ده انا قاعد يجي 1,000,000 سنة او الله اعلم بس بالمدة اللي انا هقعدها في القبر، وتيجي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم برضو تؤنس جلستنا دي، انا مش لوحدي في القبر، ده انا كل حاجة كنت بعملها في الدنيا هتيجي معايا في القبر. والله حياة ما بعدها حياة. اللهم اجعل قبرنا روضة من رياض الجنة، اللهم امين. بالله عليكم اللي انا قلته دوت افضل ان انت تلاقيه في قبرك ولا ان انت تروح تلاقي غيبة ونميمة وكذب وسرقة وخيانة؟ ولا ان كل اعمالي كانت في الدنيا كلها دنيوية ودونية ومش لاقي اي حاجة تونسني في القبر المظلم اللي انا فيه ده، وما كنتش بعمل في دنيتي اي حاجة لوجه الله، مش هلاقي في قبري غير هم وغم وسواد وضيق وظلمة ووحشة، انهي احسن؟ نصيحتي انا بقى ليك، صدقني انت دلوقتي لسه في الدنيا، لسه ربنا سبحانه وتعالى اداك فرصة جديدة ان انت تعيش حياة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. لسه قدامك فرصة ان انت تبدأ تتعامل مع قبرك دوت ان هو بنك. كل يوم انا هحطلي 100 ركعة، كل يوم انا هحطلي 1,000 استغفار في قبري في البنك بتاعي، كل يوم انا هحطلي 1,000 تسبيحة، كل يوم انا هحطلي 1,000 حوقلة لا حول ولا قوة الا بالله، كل يوم انا هحطلي مثلا كل اسبوع هحطلي 2 صيام في القبر، كل يوم هحطلي 1,000 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هتروح تلاقي قبرك ده كنز، اقسم بالله كنز. فنصيحة اخوك يا حبيبي اتعامل مع قبرك على انه كنز انت بتحوش فيه من دلوقتي. ركز وعقلها صح. علشان كده يا حبيبي كل تسبيحة اعتني بيها جدا، كل ركعة بتصليها خلي بالك منها قوي، كل يوم صيام انت بتصوم وركز عليه جدا، وقول له روح اسبقني على قبري الملتقى في القبر. والله لو عملت كده هترتاح جدا جدا، ولما ان شاء الله باذن الله باذن الله تروح قبرك وتلاقيه جنة كده باذن الله سبحانه وتعالى، يبقى افتكر اخوك وادعيلي. اللهم المستعان. اللهم اجعل قبورنا جميعا يا رب روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها يا رب حفرة من حفر النار، اللهم امين. اوعى تنسى صيام 2 وخميس من كل اسبوع اقتداء بحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، اوعى تنسى وردك اليومي من القرآن، اوعى تنسى قيام الليل كل يوم ولو ركعة واحدة بس قبل ما تنام. اشوف وشك على خير ان شاء الله في فيديو جديد. يلا سلام عليكم.